بصيرة الإمام الحسين عليه السلام الموت مجرد جسر إلى الحياة، والشهادة قنطرة ممتدة إلى الجنة، والانتصار مع الباطل ليس أكثر من هزيمة، والهزيمة مع الحق انتصار محقق. أما العيش مع الظالمين فهو ضياع وظلام وظلال وبرم. أصبح الحسين بعد عاشوراء قافلة للفضائل لا تمر على بلد إلا وتوزع فيه الخير والصلاح والإصلاح، وتعلم أبناء الشهادة والشهامة والبسالة والصمود والفداء. من أهم المفارقات في قصة الحسين عليه السلام أن أهل البيت تعاملوا مع مولده وكأنه مقتله، بينما تعاملوا مع مقتله وكأنه مولده. فالحسين مقتول في مولده ومولود في مقتله. لقد كتب الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء كتاباً عنوانه الإخلاص لله، والفصل الأول فيه عن الحق والعدل والحرية، والفصل الثاني عن الخير والعطاء والإيثار، والفصل الثالث عن الجهاد والتضحية والفداء. وبقية فصوله تناولت كل ما يخطر على البال من الفضائل والمكارم والمناقب والأخلاق الفاضلة. كان أبو الفضل العباس عليه السلام يحمل يوم عاشوراء سيف الحق بيد وماء الحياة بيد أخرى، فقطعوا يديه حتى يسقط على الأرض ويراق ماء الحياة، غير أن يديه تحولت إلى ملايين الأيدي تحمل الماء إلى العطاشة في كل يوم، وتدافع عن المظلومين والمضطهدين والمستضعفين في كل مكان، وأصبحت كفه المقدسة أشهر كف في التاريخ، كما أصبحت قربته أترع قربة في تاريخ البشرية. أما قصة وفاء العباس فلا مثيل لها في تاريخ جميع الأمم وشعوبها.